السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديالي اليوم. هاد الخرجه غاديين لكارناك، واحد المدينه سميتها كارناك. وصلنا ليها اول مره غادي نزورها وقلت نبارطاجيها معكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تضغطوا القناه فضلا وليس امرا. والا كنتوا ديجا منخرطين كنقول لكم قناتكم هذه مرحبا بكم كتكبر. وكنقول لكم خليكم معايا حتى تشوفوا كاع لي زيتاب اللي غادي نشوفوا في هذه المدينه حتى نشوفها معاكم. ونتمنى نكون خفيفه على قلبكم. كما قلت لكم البنات، من بعد ما يعني دخلنا المدينه خدينا لو طران. مع الدخله كاين واحد لو طران، كاين لو طران كطلب شدي، كاين هو ولا كاين كاليش ولا كاين امبوس. حنا خدينا لو طران كنديرو بيدورا، وكاينه او ميم طون كاينه واحد لي زيكسبليكاسيون كتعطيها، واحد الشرح كتعطيها واحد السيده اللي كاينه في يعني في لو طران، كتشرح بالنسبه لهاد المدينه كيفاش كانت وشنو يعني شنو الحكايه ديالها. مع الدخله كاين دي بيغ، كنشوف واحد لي بيغ هكا كيكونوا بلونتي، غادي نشوفهم من بعد في لا فيديو. هما كانوا هاد لي بيغ دايرينهم هادي مده ديال 7000 مليون سنه باش كانوا دايرينهم، يعني بلونطاوهم وكيديروا بحال الشكل ديال لي بريير، بحال شكل مثلا صلاه. كانوا ما كيعملوش بالله، ولكن كانوا كيديروا بحال شكل ديال بحال نقولوا بحال ماشي انجليز، ولكن كانوا كيستعملوهم بحال لي سورسيير السحاره. وهذا غتشوفوهم هكا مع الدخله في لا فيديو. دابا تشوفهم بلونتيان هكا، وكل حجره عندها واحد السامبول ديالها. هادشي المهم اللي شرحت لنا السيده، كاينين بلونتي اوريزونتال، كاين لي فيرتيكال على حسب. المهم هادشي كتبقى بالنسبه لهم هما في المدينه ديالهم. مدينه زوينه على كل حال. المهم هذه الدخله ديالها مازال ما شفناهاش، ولكن كتبان بانها مدينه زوينه. المهم خليكم معايا غنوريكم هكا تقريبا هذه الدخله ديال المدينه هكا كلها. هنايا مشينا درنا دوره يعني في الاحجار اللي كاينين في هذه المدينه كما وريتكم في لا فيديو. دابا ندرو دوره في وسط، درناها في الكاليج، دابا نمشيو ندرو دوره في تسميتو في البحر. خليكم معايا. المهم البنات، بالنسبه لهذه المدينه هي من يعني المدن ديال المحيط الاطلسي لو سيون اتلانتيك، يعني كتكون فيها لا ماري باس ولا ماري هوت. هاد النهار كانت فيه لا ماري باس، يعني البحر هارب. مدينه زويونه، الجو كان زويون، الجو كان رائع جدا يعني. وكانت شميشه ماشي سخونه ماشي بارده. وقلت علاش نبارطاجي معكم هاد الفيديو، كنتمنى تعجبكم لا فيديو. المهم بالنسبه للحاجه اللي لاحظت في هاد المدينه هو ان الناس ما دايرينش لو ماسك، يعني لا بليبار الناس ما كانوش دايرين لو ماسك. انا حيدته هنا لانني جيت باش نصور، ما كاين حتى واحد عند حدايا هنايا. مي اللي لاحظت هو ان الناس ما دايرينش الماسك. المهم المدينه زوينه والجو زوين، وخليكم معايا تستمتعوا معايا بهاد الصور رائعة يعني عن جد. وفعلا مدينة رائعة جدا جدا.
يعني حنا الوحيدين يمكن في هذه المدينه اللي دايرين الماسك، انا والزوج ديالي قال لي شي جوج ثلاثه، لا بليبار ديال لي جون ما دايرينش الماسك ديالهم، ما عرفتش علاش كل واحد ما دايرش الماسك كما كتشوفوا. غنوريكم تقريبا دروكم الماطوره هكا تشوفوا هكا، يعني لا بليبار ديال لي جون قليل قليل اللي دايرين الماسك، ماشي كلهم دايرينه، لا بليبار لي جون ما دايرينش الماسك، يعني حتى واحد ما داير الماسك، انا راجل دايرينه، مي سي بيزار والله سي بيزار، حتى ما تلاشى بزاف الحداجة ما تصوروش. كما قلت لكم البنات، يعني لا لا المدينه ككل هذه اوغي هي هذه، قليل اللي داير الماسك ديالو، ماشي تو المون داير الماسك، يعني انا داير الماسك ديالي سي جامي لو فيغ سبيل دوني بروبليم. كان بها الحمد لله هنايا مرايا دونك هاد لو كوتي هذا، كاين هاد الجهه هذه كما كتشوفوا، كاين لو سون ديال راتميتو، كاين هاد لاك يمكن كنحاول نوريكم المدينة شوية، ندوركم الكاميرا كما قلت لكم. وقفنا في كيسنا واحد الكافي، الحين دايرين هذا ديالنا باش غادي ناكلو، غناخدو واحد لا كلاص، غناخد اون كلاص، لا بليبار الناس ما دايرينش هذا الماسك ديالهم، لكن حنا ناخدو، بغيت ناخد الحق لي كريب بلو بورسالين، مي قالنا ما كنديرهمش، اذا غادي ناخد واحد اون كلاص و بورسالين كراميل بورسالين، ومن بعد غادي نمشيو ناكلو. المهم البنات، من بعد ما سالينا ودرنا الدورة ديالنا سالينا شفنا كيفاش دايرة المدينة، خدينا دي كلاص، كنا باغيين ناخدو دي كريب مي ما لقيناهمش، وخدينا دي كلاص، ودابا راه حنا داخلين. كنتمنى تعجبكم الفيديو، لا عجبتكم ديرو جيم، بارطاجيو مع الحبايب ديالكم، وما تنساوش تبقاو تبقاو، كنتو أول مرة كتشوفو القناة ديالي، وكنقول لكم أحبكم في الله، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله، نلقاكم في أمان الله، مع السلامة، أحبكم في الله.